السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في واحد الفيديو جديد اللي غادي نشوفوا فيه بريوات بحشوه زوينه بزاف وسهله وبسيطه بشي حاجه اللي متوفره في كل بيت. كيجيو زوينين ما كيجيوش شاربين زيت، ممكن نزينو بهم المائدات ديالنا ولا لي صالات ديالنا. نتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم وتشوفوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخير. إذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. وغادي نمشيو لاستعراض المقادير. عندي واحد البصيله اللي كنت شحرتها الصراحه، كنت حتى بديت الوصفه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كنت شحرت هذه البصله الصغيره وسلقت واحد البطاطات هكا مزيان تيتسلقوا هكا يطيبوا. يعني نحتاج واحد الرشه ديال السكينجبير، واحد الرشه ديال البزار الاسود، وواحد شويه ديال الملحه، وغادي نحتاج الكمون. الاساس ديال هذه الوصفه غادي يكون بالكمون. وغادي نحتاجوا الورقه ديال البسطيله، الا كانت عندكم الطريه تكون حسن. وغادي نحتاج شويه ديال الكفته، غير واحد 100 غرام ماشي بزاف، ممكن نستغناو عليها. غادي نرد البصله فوق النار تكمل التشحار ديالها. غادي نوضع عليها الكفته اللي كنت انا تبلتها كيف ما قلت لكم، كنت بديت في الوصفه وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. كنت وضعت فيها شويه ديال المعدنوس، غير واحد الملعقه صغيره، وشويه الملحه وشويه البزار، وغادي نزيد شويه ديال الملحه على حسب البطاطا ما فيهاش الملحه وعلى حسب البصله. وضعت رشه ديال البزار ورشه ديال السكينجبير ماشي بزاف. وغادي نبدي نشحر هذا الخليط ديالي مزيان هكذا. غادي نوضع عليه البطاطا حتى البطاطا مازالها سخونه باش هكذا تمعس ليا بسرعه. بالنسبه للجبن نسيت ما حطيتوش في المقادير، الوصفه خاصنا فيها ثلاثه ديال المربعات ولا ديال الكاريات، ممكن نعملوا اللي كان متوفر عندنا ديال الجبن، غيعطيها واحد اللذه زوينه. صايي غير حطيت الجبن طفيت عليها وغادي نخليها تبرد. غادي نوضع عليها الكمون الاول، قيمه واحد نصف معلقه صغيره، وغادي نخلطها صافي. غادي نخليها تبرد لان كيف ما كنعرفوا البريوات الا عمرناهم وهما سخونين غادي تقطع لينا الورقه، نخليهم حتى يبردوا صافي. من بعد ما بردت الحشوه انا جبت الورقه وقطعتها غير على 2 لان عندي بالحجم المتوسط. وغادي نبدي نجيب واحد الكميه ديال البطاطا والكفته، وغادي نبدي نعملها هكا على شكل مثلثات. راه الكل كيعرف كيفاش كيتني البريوات، واللي ما كيعرفش يتنيها ولا بغى يعملها سيجارات ممكن لكم تعملوها على شكل سيجارات ولا بسيطلات، داكشي كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. هكذا كيف ما كتلاحظوا معايا في الفيديو كنهز واحد الكميه كبيره ديال البطاطا لان كنبغي البريوات فاش كيجيو هكا غلاض ما كيجيوش مسطحين، وما كنسطحش في اليدين ديالي، يعني كنخليها هكا في الفورم ديالها صافي. غادي نمشي بنفس الشكل دائما، كنقطع الزوائد وكندخل هذاك القند في الجيب ديال البريوات. ممكن لكم تلصقوهم شويه بالماء والدقيق البيض، انا ما غاديش نحتاج لان هذا النوع ديال الورقه بلا ما تحتاجش كما ديك الطريه تحتاج نلصقوها شويه. هذه غير غادي نحطها على داك الاتجاه اللي يكون شويه محلول، غادي نحطها مباشره في الزيت سخون وغيتبقى قاده راسها غير من ديك الزيت صافي. بعد ما ساليت انا وضعت الزيت شويه غزير سخنته مزيان. ضروري بهذه المرحله خاص يكون الزيت سخون مزيان، لان الا ما كانش سخون مزيان كيف ما كنعرفوا لي بريك ولا هذا الورق الخاص بالبسطيله كيجينا مزيت وما كتجيناش الوصفه ناجحه. غادي نوجد واحد الورق خاص باليدين في واحد الطبسيل اللي غادي نحيد فيه. خاصنا نكون وجدنا الماتريال ديالنا فاش كنجيو نديرو شي وصفه باش ما نملوش وباش تجينا الخدمه ديالنا زوينه ونقيه وسهله في نفس الوقت. غادي نبدا نقلي فيهم، ضروري ما تكون دائما النار مجهده خصوصا المقلات الاولى باش ما يشربوش لينا الزيت صافي. من بعد ما خدت اللون غادي نبدي نحيدها مباشره فوق داك الورق، وان شاء الله غادي نشوفوهم في طبق التقديم. وصفتنا لنهار اليوم كانت هي هذه، قنينطات معمرين بالبطاطا بذوق الكمون. نتمنى يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا كيفاش جاوكم، كيجيو زوينين بزاف بالذوق ديال الكمون. و
وممكن نزينو بهم لسلطة ديالنا للضيوف ديالنا، ولا نحطوهم كمقبلات، راه كيجيو لذاذ بزاف وما كيجيوش شاربين الزيت، خصوصا الا تبعنا المعلومات يعني فاش كتكون الزيت سخونه عاد باش نبداو نطيبوهم، وما نطيبوهمش على نار هادئه، نطيبوهم على نار مجهده، كيجيو لذاذ بزاف. نتمنى يعجبوكم، والسلام عليكم ورحمه الله.